يبقى حكي عن فور كوادرنت اوبريشن. فور كوادرنت اوبريشن مهم بالنسبه للدرايف والمحركات. الفكره الاساسيه لازم يكون في يعني بلين، والبلين هذا احتياجات اللي هي سبيد وتورك. انا راح اخذ الاكس اكسس هو السبيد، وراح افرض هون السبيد راح اعمل زي الرمزين افرض لو بديت اعمل معدلين هون عندي هذا هون سبيد تورك بلين، هذا هون عندي تورك speed one negative and the reverse. On and the speed command negative. Four more reverse. Motor. On and the speed positive. Four more forward. On the محرك المشتت generator. نشرح ايش معنى الكوادرنت الاربعه. راح اخذ مثال على سياره، لو عندي سياره بدل التورك راح استعمل هون فورس، لو عندي هون سياره بدها تمشي على سطح راح افرض انه بهذا الاتجاه بوزيتيف الحركه، لو بدي السياره الان تمشي في هذا الاتجاه هون بدي اسرعها راح احط عليها بوزيتيف تورك، راح اعتبر التورك كمان بوزيتيف في هذا الاتجاه، وراح افرض انه في داخلها في عندي دي سي موتور. لو انا بدي امشي السياره بهذا الاتجاه راح احط عليها بوزيتيف تورك وهي راح تتحرك بالبوزيتيف دايركشن للسبيد، فالسبيد راح يكون بوزيتيف والتورك راح يكون بوزيتيف، اذا السياره راح تتحرك بهذا الاتجاه. الباور انا راح اعطيها
للسيارة بحيث انها تتسارع عم بتزيد طبعا سرعتها وتتكون تخزن فيها الانرجي. بأي كوادرنت انا بقول هون اذا كان عندي التورك بوزيتيف وسبين بوزيتيف الكوادرنت الاول مش هيك؟ وانا بعمل الان فورورد يعني الى الامام بعمل موفمنت. هلا لما السيارة انا هون وصلت عند النقطة هاي تقريبا انا عارف اني بدي اوقف تقريبا هون عند النقطة هاي. لو انا فصلت الكهرباء على المحرك عند النقطة هاي ايش بصير بالسيارة بدون ما اعمل اي شيء ثاني؟ ممكن راح تاخذ خطوه طويله حتى تتوقف مش هيك؟ هذا غير مناسب. ايش الاحسن اني اعمل؟ بدي اعمل عليها هون البريكنج، انا ما بدي اعمل ميكانيكال بريكنج، بدي اعمل الكتريكال بريكنج. السرعه راح تضلها بهذا الاتجاه، السرعه راح تضلها ايش؟ السرعه بهذا الاتجاه، ايش هذا الاتجاه؟ بوزيتيف. بوزيتيف، هذا الاتجاه بوزيتيف من هون. حتى اعمل عليها بريكنج، ايش لازم اعمل بالتورك؟ بدي اعكس التورك، فبعكس على التورك بعكس الفولتج على شو صار التورك في الحاله هاي في الفتره هاي هون؟ تورك نيجاتيف وسبيد بوزيتيف، وين صرت في عيني؟ سبيد بوزيتيف والتورك نيجاتيف، صرت انا في الكوادرنت الرابع، اذا في المنطقه هذه هون راح يكون انا في الكوادرنت الرابع، والفتره كلها من هون لهون راح تكون في الكوادرنت الرابع، اذا هون فورورد موتورينج وهون هون فورورد بريكنج. السيارة تتحول هون لجنريتر، ايش الطاقة اللي كانت موجودة في السيارة عند النقطة هاي؟ لما كانت سرعتها هون هلا، ايش الطاقة اللي مخزنة فيها؟ طاقة كاملة. طاقة؟ كاملة. لا حركة، مش هون يعني هاف ام بي سكوير، شيء عم تتحرك على سرعة، كينيتيك انرجي، فيها كينيتيك انرجي عند النقطة هاي، لما وصلت هون بطل فيها طاقة مش هيك؟ اختفت، وين بتكون راحت الطاقة هاي؟ بتكون رجعت وشحنت البطارية مثلا، رجعت هون عملت عليها بريكنج. رجع للباور مش الباور فلو نيجاتيف راح يكون في الحاله هاي فراح يرجع الباور فلو من السياره من الميكانيكال لود للباور سبلاي اذا عندي هون بطاريه مثلا او في سبلاي في هذه السياره راح ترجع تشحن البطاريه لما بدور ارجع الان مره ثانيه بدي ارجع من هون بدون ما اعكس السياره بدون ما الف السياره بدي اعمل ريفرس على الريفرس ايش راح احط التورك عليها؟ راح يكون التورك نيجاتيف والسبيد ايش راح يكون كمان؟ نيجاتيف اذا وين راح يكون في اي كوادرنت؟ الكوادرنت الثالث، الكوادرنت الثالث السبيد نيجاتيف والتورك نيجاتيف، يعني عكست الفولتيه على المحرك بحيث انه تمشي السياره ريفرس. مشيت السياره ريفرس بتكون رح تضلها ماشيه لحد ما توصل تقريبا للنقطه هاي. من النقطه هاي بدي انا اتوقف بحيث انها توقف هون. شو بدي اعمل عليها؟ بريك، بدي احط التورك بوزيتيف، بس في اللحظه هذيك بدي اعمل التورك بوزيتيف، اذا انا هون عملت التورك بوزيتيف وين انتقلت؟ السبيد لسه نيجاتيف يعني راجع لشو؟ التورك شو صار؟ بوزيتيف ايش صرت بعمل؟ ريفرس بريكنج نفس الشيء الطاقه الحركيه اللي موجوده هون تحولت وتخزن في السيستم فالباور فلو كان نيجاتيف فبنكون بالفتره هاي هون احنا راجعين بكون عندي هاي هون بالكوادرنت الثاني لازم امشي وهون بالكوادرنت الثالث بالفتره هاي بالفتره هاي ماشي واضح الفور كوادرنتس؟ السيارات الجديدة تقريبا نفس السيستم صح؟ في السيستم الهايبريد في فكرة الهايبريد بتعتمد مش عند السرعات المنخفضة جدا في بداية البريكنج بعمل نفس الفكرة بحاول استرجع الطاقة الحركية اللي بالسيارة انه يعمل الكتريكال بريكنج بسترجع الطاقة بسترجع الطاقة وبشحن البطارية الموجودة بالسيارة إلى حد ما شبيهة إلى حد ما شبيهة بس طبعا اختلاف بهذا بيكون فيها محرك أكثر من الكومبشن انجن بالفيول بس الجزء الكهربائي لو هاي سيارة كهربائية بحتة تماما تكون تقريبا بهاي الطريقه. عند الطاقه هون عم بزود السياره الطاقه خلال الفتره هاي وبعدين كمان بعمل هذا الوضع كمان راح يصير عندي بالكوادرنت الرابع راح يصير عندي لو السياره الناس اللي بتدور. لو السياره الناس اللي بتدور من هون وبدي اعمل عليها بريكنج راح يكون بنفس الطريقه عندي هون بدي اعتبر انه سبيد بوزيتيف بالحاله هاي بس التورك ايش لازم يكون؟ نيجاتيف بحيث اني استرجع الطاقه، مش في طاقه عماله بسترجعها من السياره؟ بسترجع هذه الطاقه من السياره سواء كانت بوتنشال انرجي في الحاله هاي او كينيتيك انرجي، فعندي السبيد بعتبرها بوزيتيف في هذا الاتجاه، لكن التورك نيجاتيف عمالي بعمل بريكنج على السياره. بعمل عليها بريكنج بحيث اني استرجع الطاقه هاي اللي موجود فيها ومشحن البطاريه. ماشي واضح؟